حبايبي الكرام، السلام عليكم. معكم الشيف عبد الباسط البخاري. كنتمنى ان شاء الله كلشي يكون بخير وعلى خير وكل ما كتمنوا ان شاء الله في حياتكم. الموضوع ديال الحلقه ديال اليوم ان شاء الله نوريكم ان شاء الله دي تشوفوا الطريقه ديال كلاصاج ديال ترونش عادي على حسب الفيديو اللي فات. يعني كانوا شي لقطات ما دازوش، كان عندي عطب شويه في التسجيل، وان شاء الله غادي نقرب لكم شويه المفهوم ومختصر، يعني غادي نختصر فيه شي شويه باش يعني نكمل لكم على حسب المفهوم ديال داك الفيديو. وحتى داك الفيديو ان شاء الله كاين في صندوق الوصف، وغادي تشوفوا كيفاش كان كلاصيهم كلاصاج ديال كريمفيل، يعني كلاصاج عادي ماشي كلاصاج اللي عملت ديال حمام مريم اللي كان ندوبوه وكذا، وهادي اللي كيجي في سطولات مخدومين. ان شاء الله غادي نمشيو نشوفوا الطريقه وكيفاش كان كلاصي وكيفاش كنقطع، وان شاء الله بغيتكم باش تفهموا مزيان. نقدر نمشي معكم دقه دقه، درجه درجه، قطره قطره ان شاء الله حتى نوصلوا للخدام ان شاء الله. يلا خليكم معايا وندوزوا نشوفوا الطريقه. يلا ودابا ان شاء الله غادي نشوفوا الطريقه ديال كيفاش غادي نعمل باندات، يعني غادي نماسكيهم بهذا الكلاصاج هذا كما كتشوفوا ديال فاني، هذا عفوا ديال البيستاش، يعني بلا ما نقطع الباندات بوحدهم، يعني باش كتختصر الخدمه كما كتلاحظ دابا، يعني الخدمه كتكون مختصره. شوفوا مزيان الطريقه ديالها، يعني غادي نعمل النص بهاد الربع بهاد الكيسميتو ولا الثلث عفوا على حسب ثلاثة ديال الباندات اللي عندي هنايا. يعني انا ما بغيتش نزرب لكم الفيديو، يعني باش تشوفوا مزيان الطريقة. وهنا غادي نعاودو نشوفو كيسميتو الكريم اللي غادي نعملو، يعني نتوما كتشوفو الكلاصاج هذا كيكون واجد، غادي نعمل ديال الفاني، هانتوما كنزيدو معاه شوية ديال الماء إلا لقيتوه مطلوق قاسح شويه، ولا كتزيد مع واحد شويه ديال الماء كتضربو مزيان، غير شويه ديال الماء ماشي يعني بحال شي نص كاس. هانتوما كتشوفوا هذا ديال الفاني نزيدو داك نص كاس ديال الماء ونخلطو مزيان، يعني مع نص ديال ديك لاطاس اللي عندنا او كاس ديال الماء ونخلطو مزيان، لا كان قاسح بزاف يعني على حسب باش يجي مطلوق وما يجيش قاسح بزاف. قضي عليكم الكريم الا كان ما كولجيليش، الا كان ما شادش راسو مزيان. وهنا غادي نعمل عاوتاني على حسب باندا ديال الشوكولا، هانتوما هادي شوكولا، هذا راه ما زدتلو لا ما لا حتى شي حاجه، راه مطلوق كيكون مطلوق بهذه الطريقه نيت. يعني هذه باختصار، يعني بالزربه هذه على حسب ترونش عادي او طارت او اي حاجه كتكون عاديه يمكن لكم تعملوا هذا الكلاصاج. هذا الكلاصاج حتى هو يعني كيجي رائع في الاكل ديالو، في المذاق، في كل شيء. نمشيو بهذه الطريقه،
دابا غادي نقطعوا باندات بعد ما فينينا قدينا الجناب الجوانب مزيان باش كيبقاو الحروف ديال الترونش كيكونوا واقفين ما يكونوش هابطين او شي حاجه. والموس ديما يكون في الماء سخون. الموس باش كنقطعوا يعني هذاك المنشار خاص يكون في الماء يكون طايب. كنعملوه في الماء طايب يعني ما كاملاش ثلاثة ثواني أربعة ثواني كيولي كيحرق. تما كنزلو على الحلوة ديالي كنقطعها كتجي مقطعة مقادة مزيان. انتما كيفاش كتلاحظوا يعني الموس كيمشي مقاد والحلوة راها شادة راسها يعني راها جامدة شي شوية. وهنا هاد الجوانب هادو ملي كتخرجوا لاطارت كنخليوها واحد شويه ما نجبدوهاش ديريكت من المجمد ونقطعوها. كنخليوها ترخى واحد شويه شي ثلث ساعه بحال هكاك ولا عادي يمكن لينا نقطعو باش راك شفتوا الجوانب ديالها كتكون بحال رطبه شي شويه ولكن الداخل ديالها كتكون قاسحه. وهنا ان شاء الله كنتمنى كل شيء يستافد وكنتمنى ان شاء الله كنتمنى من الله سبحانه وتعالى تعملوا لايكات للفيديو والبارتاج مع الاصدقاء باش توصل المعلومه للجميع ان شاء الله. والاجر كيبقى لكم عند الله سبحانه وتعالى. يعني كيف انا كنعمل اجر لله حتى انتم اعملوا لله يعني حاجه سهله بارتاج ماشي صعيب. والى جات على خاطرك اللايك عاوتاني راه ماشي صعيب راه ساهل. اللايك هو وحدك كتكليكي عليه ما كتخسر والو ومنها انت كتاخذ المعلومه ومنها كتساهم في اشتراك ديال الخير ان شاء الله. حقاش كاينين الناس دابا انت واخا كتشوف كتستافد كاين الناس اللي ما عارفينش وكيقلبوا وكاين بزاف ديال المتابعين والمتابعات يعني عاد لهنا وانا شي 3 سنين دابا ولا زياده في اليوتيوب وكي يلا عاد كيشوفوا القناه ويلا عاد كي ما من الناس لحقاش ما كيكونوش اللايكات بزايد باش يعني القناه توصل لكل واحد. والاجر ديالكم كيبقى عند الله سبحانه وتعالى كما كنعمل انا اجر شاركوا فيه معايا ان شاء الله. وانتم الحلوه اللي كنقطع انا كنقطع على حسب سبعه ديال القطع في الباندا. وهنا واخا يمكن لك ما تقطعش اذا كانت الحلوه شويه رطبه ما قاسحاش بزاف يمكن لك تعمل الكاشمير بحال هكا كنمسح فيه الموس ونقطع كل تقطيعه امسح وقطع. واذا كانت جامده شي شويه يمكن لك تعمل الماء ساخن. انا الماء ساخنه وحدايا وما استعملتوش لحقاش الحلوه رطبت واحد شويه. وهنايا هذا الشوكولا كنزوقوا الشوكولا اختياريه كيف ما بغيتي تعمل ليها. انا عطيت لكم كفكره يعني سهله ماشي صعيبه. وهنا نزوقوا بهذه الطريقه هذه نمشيو مع شويه بشويه كنشوفوا الزواقه اللي تلوم لديك الترونش نزوقوها وتكون عاطيه للعين للناس ماشي نعمل واحد الزواقه خصني غير نزوقها ونحيدها ما عارفش ديك الزواقه واش عاطيه للعين ولا ما عاطياش. كيخص نحاولوا نشوفوا كيفاش الشوكولا راه كاين بزاف الاشكال. هنا كنختصر دابا عطيت لكم كفكره وهنا كنختصر الفيديو باش ما يكونش طويل بزاف والمعلومه كتكون واضحه باينه ان شاء الله. الكارناج ديال هذه الحلوه غادي نعملها لكم راه في صندوق الوصف. وهنا انتم كيفاش كتبان لكم الترونش ديال الحلوه عاديه يعني بدون جيلاتين بدون شي حاجه اخرى بدون عادي كريم كنخلطو مع شوكولا عادي كنقارني به كنخرج به الترونش. ويمكن لك وعملت فيه شوكولا عفوا فيتين مع شوكولا